في نوع من العلاقات من الشخصيات كمان النمط ده بيحتاج معاملة خاصة جدا. لو قابلته في حياتي لازم أخلي بالي إن الشخص ده بيتعرض هو للأذى النفسي بصورة مباشرة لو حد حسسه إن هو قليل، لو حد أفقده الثقة بنفسه. الشخص اللي بنسميه الحساس أو اللي هو عنده ميول انعزالية شديدة، مش عاوز يتعامل مع حد غير لما يكون الحد ده بيديله الثقة، علاقته باللي حواليه مرتبطة مين هيديني الثقة وأنا هتعامل معاه. الشخص لو انت قابلت نمط من النمط دي وتعاملت معاها على انه قليل او ما عندوش او انت ما تعرفش تعمل حاجه او انت ضعيف الشخصيه او او او، انت كده بتعمل له اذى. انت كده في الحاله دي انت اللي بتمارس عليه التنمر، انت بتخليه دايما فاقد الثقه بنفسه، ينعزل، ممكن يتحول من شخصيه انعزاليه لشخصيه اكتئابيه، رافض الحياه، حاسس ان الكل اللي حواليه ما حدش عايز يتعامل معاه. فنتوخى الحذر في التعامل مع الشخصيات زي دي ونكون داعمين ليها ورافعين ثقتها بنفسها علشان نقدر نحافظ على نمط شخصيتهم ده. الأنماط اللي بتكلم عليها دلوقتي ممكن تكون في علاقات ما بين أزواج، علاقات ما بين أصدقاء، علاقات ما بين أهل وأهل، علاقات عامة، مش بحدد العلاقات دي بين اتنين متجوزين أو غيرهم، لأن احنا بنقابل الحاجات دي في حياتنا بشكل مستمر. لكن لما قابلني حد كده أخلي بالي أنا كده بفهم نمط شخصيته، أنا بكده بعرف أتعامل معاه إزاي، هقدر أحدد إذا كنت أنا متقبل هذه السمات ولا مش متقبلها، هقدر أتعايش معاها إزاي. من ضمن أنماط